السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نخرجوا السونس نتاع الرياكسيون اللي تصير في البيل من الفالير نتاع الفورس الكترومتريس، أوكي؟ دونك من الفالير نتاع الفورس الكترومتريس نتاع البيل. باهي دونك أنا كنت خذينا بيل أون جينيرال، أوكي؟ عندنا دي ميتال دونك أم أن وأم دو، أنا كنت باش يكون عندنا سوليسيون نتاع أم أن دو بليس في وسطها دونك لام نتاع أم أن. في الديمي بيل أدروات عندنا سوليسيون نتاع الأم دو دو بليس في وسطها إلا دو أم دو. باهي نخرج السيمبول نتاع البيل أول حاجة دونك باش نعملو الأم أن، بعد كيتي دونك خط كيما هكا الأم أن دو بليس. إذا كان عندنا سوليسيون، إذا كان عندنا الكونسنتراسيون نتاع الأم أن دو بليس دونك باش نعملوه أونتر بارونتيز. بعد كيتي عندنا البونسالا الأم دو بليس كونسنتراسيون نتاع السوليسيون نتاع الأم دو بليس دونك إذا كان عندنا نعملوها أونتر بارونتيز. وآخر حاجة عندنا الأم دو، أوكي؟ باهي ليكواسيون أسوسي للبيل هذي دونك الأم أن سوليد بليس الأم دو بليس دونك باش يعطينا الأم أن دو بليس بليس الأم دو سوليد. بالنسبة للفورس إلكترومتريس نتاع البيل دونك الـ A إيجال البوتنسيال أ دروات مو البوتنسيال أ غوش، معناها البوتنسيال متاع الـ M2 مو البوتنسيال متاع الـ M1، أوكي؟ باهي نكتب باش يكونوا عندنا دي كا. نبدأ بالبريمير كا، إذا كان الفورس إلكترومتريس E اللي هي البوتنسيال أ دروات مو البوتنسيال أ غوش سوبيريور لزيرو. دونك باش نحاولو تو نخرجو السونس نتاع الرياكسيون، اسكو الرياكسيون باش تصير في السونس أن اللي هو السونس ديريكت وإلا السونس دو، أوكي؟ باهي نهبطو لوطا، يعني كاتي عندنا الفورس إلكترومتريس E أكبر من زيرو، دونك البوتنسيال أ دروات باش يكون أكبر من البوتنسيال أ غوش، معناها البوتنسيال نتاع الـ M2 أكبر من البوتنسيال تاع الـ M1. دونك الإلكترود M2 هو لا بورن بليس والإلكترود M1 هو لا بورن مو. واضح؟ باهي تو باش نخرجو الرياكسيون اللي تصير في الأم أن واللي تصير في الأم دو. دونك أو نيفو دو أم أن، باهي يعني كاتي عندنا الأم أن هو لبورن موا، ديما من البورن موا باش يخرجو ليزيلكترون، أوكي؟ ديما ليزيلكترون يخرجو من البورن موا، مادام ليزيلكترون باش يخرجو من الإلكترود أم أن، معناها الرياكسيون اللي باش تصير في الأم أن، دونك الأم أن سوليد. باش يعطينا الـ M1 دو بليس بليس ديزيلكترون، واضح؟ على خاطر ديما ليزيلكترون يخرجوا من البورن موا، دونك في الـ M1 الـ M1 سوليد باش يعطينا الـ M1 دو بليس بليس ديزيلكترون، هذوما ليزيلكترون اللي باش يخرجوا من الـ M1، واضح؟ باهي، أو نيفو دو M2، دونك نكيتي باش يصير العكس، الـ M2 دو بليس بليس ديز الكترون باش يعطونا الام دو سوليد، واضح؟ دونك الرياكسيون باش تصير هني كاتي دونك الام ان سوليد بليس الام دو دو بليس باش يعطيني الام ان دو بليس بليس الام دو سوليد، اوكي؟ دونك هذه الرياكسيون اللي باش تصير وقت اللي تكون الفورس الكتروماتريس اكبر من زيرو، اوكي؟ دونك ديما كي تظل الفورس الكتروماتريس اكبر من زيرو الرياكسيون باش تصير هي الرياكسيون اللي ماشيه في السونس ديريكت، اوكي؟
دونك كيما هنيكاتي هنيكاتي في السونس ديريكت عندنا الام ان سوليد بلس الام دو دو بليس دونك باش يعطينا الام ان دو بليس بلس الام دو سوليد اوكي هذه الرياكسيون اللي تصير وقت اللي تكون الفورس الكترومتريس اكبر من زيرو اوكي دونك هنيكاتي باش نقولوا اللي اذا كان الفورس الكترومتريس اكبر من زيرو دونك لا رياكسيون qui s'est produit dans la pile quand la pile débite un courant et la réaction directe de l'équation associée. Hamna, donc dis-moi, il dit qu'il y a une force électromotrice plus ou zéro, réaction bestir et réaction directe, sens direct, ta l'équation associée. OK. Ben, quand je fais l'axe, je fais le deuxième cas. Donc, il y a une question à faire. الدزيام كا إذا كان الفورس إلكترومتريس E اللي هي دونك بوتنسيال أدروات موال بوتنسيال أغوش دونك البوتنسيال نتاع الأم دو موال بوتنسيال نتاع الأم أ يكون أصغر من زيرو أنفريال زيرو ب هني كاتي عدنا دونك الفورس إلكترومتريس أنفريال زيرو دونك البوتنسيال نتاع الأم دو باش يكون انفيريور من البوتنسيال تاع الام ان دونك الالكترود ام ان هو لابورن بليس والالكترود ام دو هو لابورن موان اوكي كالعادة هني كتب باش نخرجوا لي رياكسيون باش نبداو بالام دي دونك او نيفو دو الام دي دونك الام دي هني كتب هي البورن موان معناها لز الالكترون باش يخرجوا من الالكترود ام دي دونك رياكسيون باش تصير هني كتب هي الام دي سوليد باش يعطينا الام دي دي بليس بس ديز الالكترون اوكي ب في الام ان باش يصير العكس دونك او نيفو الام ان دونك عندنا الام ان دو بليس بلس ديز الكترون باش عطينا الام ان سوليد واضح دونك ليكواسيون دي لا رياكسيون بيلون الام ان دو بليس بس الام دي سوليد باش يعطينا الام ان سوليد بس الام دو دو بليس اوكي دونك هذه الرياكسيون باش تصير وقت اللي تكون فورس الكترومتريس ا انفيريال زيرو اوكي دونك اللي هي الرياكسيون الرياكسيون سونس دو نيكيت اوكي دونك رياكسيون اللي ماشي في سونس دو واضح الام ان دي بليس بس الام دو سوليد دونك باش يعطينا الام ان سوليد بس الام دو دي بليس دونك هني كتب باش نقولو سي لا فورس الكترومتريس اي اي انفيريال زيرو دونك لا رياكسيون كي سي برودوي كل لابيل ديبيت ان كوران
إلى رياكسيون. إلي ماشي في السنس دو دي ليكواسيون أسوسي. فهمنا؟ دونك ديما إذا كان عندي الفورس إلكترومتريس إيه صفر إلى زيرو، دونك الرياكسيون باش تصير هي رياكسيون ديريكت. إذا كان الفورس إلكترومتريس إيه صفر إلى زيرو، دونك الرياكسيون باش تمشي في السنس انفيرس. أوكي، دونك إن شاء الله يكونوا واضحين الحكايات هذوما. إذا كان عندكم أي كيستيون ولا حكاية دونك تنجم تخليها في كومنتير، نكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي.